شوف هسه هذا المسهر اللي يصيحوا له بلو ثروت، هذا مايجرنت مهاجر للعراق يجي بس فترة الخريف والشتاء والربيع ويسوي وينترنج هنا يعني يبقى في العراق. هذا الذكر الميل شو نصيب تشوف مضروب جناحه ورجله مضروبة، فهذا يعني صعب واحد يقدر يأهله. هذا طبعا طير آخر من العصفوريات من أجمل الطيور، هذا اليوروبيان روبن أبو الحن الأوروبي، هم من أيضا مسعود حالة يعني يرثى لها حرامات يعني. هذا نسوي هيك على مود هنا نعرف أنه شنو أنواع اللي قاعد تمر بالعراق وقاعد تنصاد على مود الناس تشتريها، فهذا يساعدنا أن نسوي assessment للهنتينج للوايلد لايف هيومن كونفليكت بالعراق. حرامات هذا الطير أيضا طير جميل. أكو طير آخر هذا أصغر أنواع الطيور بالعراق، أصغر أنواع الطيور بالعراق هذا هو بالزعر العراقي الكريس فلوفرينيا. يعني هذا ما أعرف ليش صايدي، مفروض يعني شوف حجمه جد حلو، يعني هذا الطير ما أدري شون والله ما أعرف. أصغر أنواع الطيور بالعراق هذا الكريس فلوفرينيا وسولاء بالزعر العراقي. شكرا دكتور.